الأول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي. أهلا بك سركيس معي في شرق غرب. بداية، أمام هذا الإنفاق التاريخي للشركات في إعادة شراء أسهمها، هل هذا يعني إذا ما بطؤت هذه العملية الآن في الربع الثالث نظرا للتقييمات المبالغ فيها لهذه الشركات، هل هذا يعني أننا أمام تراجع محتم لهذه الأسهم بعد أن كانت هذه العمليات هي التي تدعم المسار الصعودي؟ الآن لما إذا نظرنا إلى أسواق الأسهم سوف نجد بأن هنالك العديد من المؤثرات، وليس فقط عمليات إعادة الشراء هي المؤثر الأساسي في توقعات أسواق الأسهم. خلال الفترة الماضية أو الأيام الماضية أو تحديدا خلال هذا الشهر، شهدنا انخفاضات في مؤشرات الأسهم، شمل مؤشرات الأسهم الأمريكية، وكان ذلك لعدة أسباب من ضمنها توقعات تعديلات في سياسات البنوك المركزية وأيضا مخاوف سلاسل الإمداد وغيرها من الأسباب. لكن لو نظرنا الآن إلى توقعات الشركات بالنسبة للربع الثالث الجاري، كمؤشر ستاندرد أند بور هنالك توقعات بأن نشهد ارتفاع في متوسط العائد على الأسهم بحوالي 25% أو 26%. هذا صحيح أنه أقل من النمو الذي تحقق خلال الربع الثاني والذي وصل إلى 95%، لكن أيضا نريد هنا أن نشير إلى أن هذا الارتفاع يدل على أننا أمام احتمالية استمرارية نمو العوائد في كثير من الشركات. لكن المقارنة إذا تمت في الربع الثاني الماضي، هنا سوف نرى بعض التراجع. عندي مثلا أبل اللي حققت ربح 1.3 دولار خلال الربع الماضي، كانت أيضا خلال الربع من العام الماضي 0.73، وتوقعاتها لهذه الربع الماضي 1.23. فهنا سنة المقارنة وسنة الأساس أو الربع الأساس للمقارنة هو من سيحكم التوجهات المستقبلية. باعتقادي بأن أسواق الأسهم ما زالت قوية نوعا ما، واليوم نشهد أيضا محاولات الارتفاع في عقود مؤشرات الأسهم وأيضا العديد من مؤشرات الأسهم في أوروبا ترتفع رغم التباين في آسيا، وهذا كله إذا دل على شيء بأنه يدل بأن هنالك رغبة للتوجه نحو الاستثمار. فلا يعني بالنسبة لي شخصيا على الأقل بأن تقليص إعادة الشراء قد يكون دلالة على أننا دخلنا في اتجاهات هابطة جديدة، لكن حاليا نحن في مراحل تصحيحية تعتبر في أسواق المال، وربما سيأتي بعدها بعض الظروف التي ستتعمل في عمليات يعني سركيس هذا التقليص في عمليات إعادة شراء الأسهم هو أمر طبيعي في هذه المرحلة بعد برأيك بعد الارتفاعات في هذه العمليات في الربع الثاني، وهو ليس دليلا على أنه نحن نتجه إلى سوق هابطة. طيب، الآن الدخول على الأسهم بات يعني نوعا ما في حالة حذر في هذه المرحلة، خصوصا فيما نراه بالمقابل على أسواق السندات، يعني نرى عوائد مرتفعة مقارنة بالفترة الماضية. هل نحن الآن أمام روتيشن جديد باتجاه السندات كما شهدنا تقريبا في مارس الماضي؟ الآن بالنظر إلى ما حصل في أسواق السندات، لاحظنا ارتفاعات كبيرة جدا خلال هذا الشهر في عوائد السندات. أذكر مثلا سندات أمد استحقاق عامين في الولايات المتحدة أو سندات الحكومة، ارتفاعات بأكثر من 40%، اتساع فروقات العائد بين السندات الأمريكية واليابانية، الأمريكية والألمانية، هذا كله دفع بتدفقات سيولة نحو أسواق السندات، مما تسبب أيضا في تذبذب في أسواق الأسهم وانعكس أيضا في تذبذب في أسواق السندات. الآن التوقعات المستقبلية للفدرالي الأمريكي، عندنا برضو بنك إنجلترا المركزي وبعض البنوك الأخرى تشير إلى أن الخطوة القادمة هي تقليص في برامج شراء الأصول والتحفيزات، والعام المقبل ربما نكون برفع بأسعار الفائدة. الآن إذا نظرنا إلى أسواق السندات، مالك السند مجبر أن يخفض من سعر السند السوقي حتى يواكب توقعات ارتفاع سعر الكوبون مع رفع الفائدة في العام المقبل، وهذا ما أدى بالفعل إلى ارتفاع العوائد السوقية للسندات. يعني سندات أمل استحقاق 10 سنوات في أمريكا عند 1.5% شفناها، هذا كله يدل على التوتر في أسواق السندات صب في صالح العوائد، وهذا أيضا كان له انعكاسات بالتأكيد على أسواق الأسهم، وأتوقع أن يبقى هنالك تأثير لتحركات عوائد السندات والسيولة. طيب، في أسواق السندات على أسواق الأسهم العائد على السندات لأجل عامين قفز تقريبا بحدود 50% في الفترة الأخيرة، يعني نتكلم عن أرقام تقريبا 3.86 على ما أذكر، يعني آخر مرة شفتها أمس. بهذه المرحلة الآن الدولار يرتفع أيضا بشكل كبير عند أعلى مستويات في عام، هل هذا مستدام باختصار لو سمحت؟
الآن بالنسبة للدولار الأمريكي يتوجه بالفعل إذا نظرنا بشكل عام إلى تدفقات السيولة القادمة على سبيل المثال من اليابان للاستثمار بالسندات الأمريكية، وكما أشرت لحضرتك كفرق العائد بين السندات اليابانية والأمريكية لصالح الأمريكية. لكن أيضا هنالك موضوع مهم، العديد من البنوك المركزية مثل بنك المركزي الأوروبي، بنك اليابان لن تقوم برفع قريب بأسعار الفائدة ولا سيطرق إلى شكرك الآن نظرا لضيق الوقت. سركيس تشوبريان المحلل الأول للأسواق المالية العالمية في مجموعة أكويتي، شكرا جزيلا لك، يكون لنا لقاءات أخرى.